ايه يا اسطى، شفت اللي حصل في داعش؟ ايه يا زميلي اللي حصل يا عم؟ جاب 21 مصري قتلوه بجد والله، اقسم بالله زي الفراخ يا عم. ما تخافش يا عم، كلهم عالم بنت. لا يا اسطى ما تشتمش يا اسطى يا عم، ما تخافش انت معايا يا والله. اي حد بيشتم فيهم يا انت معايا، ما تخافش يا ماذا انتم بفاعلون يا عم انت؟ انا زعيم داعش. ما تقولنيش ما تقولنيش ما تقولنيش. ايه ده؟ استنى، في ايه؟ ايه اللي انت ماسكه لك؟ وفي داعش يلبس اديداس؟ في داعش يمسك القصافه اللي انت ماسكها دي يا عم؟ ده يا عم ده بقول لك ايه؟ ايه منك جيت لنا كده؟ عايزين ناخد سيلفي مع بعض يا زميلي. صدق فكره عشان الفيس بقى وكده. كفرتكه على الطبله وعلى السكسكه. ايه ده؟ استنى بقول لك ايه؟ اديني حته في مصر بقى. بص اقف كده وبص كده. اه اعمل كده. بص شد شد. استنى بقى اصلا بصوره. ايوه عشان الفيس. عشان كفرتكه على الطبله وعلى السكسكه. اوكي، هو انت بتقابل خليفه حقيقي وكده؟ اه طبعا. هو وزير 11؟ اه. طب ما تجيب رقم. لا واحنا شويه زعلت ولا ايه؟ احنا بنهزر معاك يا زميلي. بس خلاص نهزر معاك. خلاص يا اسطى، خلاص بس تعال نقعد نتفاهم. بقول لك ايه؟ الساعات اللي انتوا لابسينها دي كان اسمها ايه؟ يا ابني بتاعت سبايدر مان. جايبينها منين اصلا؟ من العتبه. حلو، انا عايز واحده اصلا. للاسف مفيش منها حريم. بقول لك ايه؟ انتوا كنتوا عاملين حواجبكم في الفيديو، كان شكلكم زي الخرا. عاملينه من ايه؟ كوافير علي عبده. وعايز يلا. انا عايز لسه صيفي فينس اصلا عشان في حراميه. وانا عايز ريتريك للمزه. سيلفي فينس؟ وانت عايز ريتريك؟ يا عم سيبنا يا عم. ايه ده؟ من عليه بس يا شاب. انا ما غرتش ان انا كيو يا عم. ايه؟ طب هو عيدك بقى نجد. هو عيدك؟ تعالى يا عم النادي شوفوا ده هاوس من بره. يلا يا زلمه ده يومك اسمه. ثانيه واحده ثانيه واحده. في الست دي بقى رجعنا اللي انا قلت اللي مع المصري بيتورط يبقى في عمره بيفرط.